برئاسة سعادة الشيخ علي بن خليفة آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم، غادرت بعثة منتخبنا الوطني مساء يوم أمس الثلاثاء لتحط رحالها في مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، التي تستضيف دورة كأس الخليج في نسختها 22. وحرص سفير مملكة البحرين لدى السعودية الشيخ حمود بن عبد الله آل خليفة على الالتقاء بالبعثة والوقوف على احتياجاتها، حيث زار التدريب الأول للمنتخب وسط حضور كبير من مسؤولي الاتحاد، في حين حث سعادته اللاعبين على تقديم الأداء المشرف وحسن تمثيل المملكة. في الحقيقة في البداية أحب أن أرحب بسعادة الشيخ علي بن خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم وبالأخوة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والجهاز الفني والإداري واللاعبين. اليوم تشرفت باستقبالهم في مطار الرياض وأرحب فيهم وأتمنى لهم التوفيق والنجاح في هذه البطولة، تعتبر ذات أهمية كبيرة. ساهمت هذه البطولة في تحقيق أعلى المستويات اللي جعلت كرة القدم في المنطقة توصل لمستوى العالمية. احنا اليوم نرى ان قامت في المملكة العربية السعودية في الرياض دليل على نجاحها، لان عودتنا المملكة العربية السعودية دائما على الاعداد الجيد والعمل المتكامل اللي يسهم بدون شك في تحقيق الاهداف المرجوة من هذه البطولة. بالنسبة للإضافة اللي ممكن تحققها هذه الدورة بدون شك ان لها إضافة كبيرة ومهمة، تمثل في النواحي الاجتماعية والنواحي الثقافية اللي تجمع أبناء هذه المنطقة وتحقق لهم هذا الانسجام وهذا التكاتف اللي يظهر من خلال هذا التواجد الكبير. ودون شك أنها بطولة لها تأثير كبير ولها حضور إعلامي كبير. نأمل إن شاء الله لكل الفرق التوفيق، ونأمل لمنتخبنا إن شاء الله تحقيق المراكز المرجوة منه، والإعداد الطيب والإعداد الجيد اللي بذلوه الأخوان في الاتحاد البحريني كرة القدم إن شاء الله راح نجني ثماره في هذه البطولة. وأجرى الأحمر فور وصوله تدريبه الأول على ملعب استاد نادي الشباب بقيادة المدرب العراقي عدنان حمد، الذي ركز بدوره على بعض الجوانب الفنية والجمل التكتيكية استعدادا لمباراة اليمن الافتتاحية غدا الخميس في الرياض. حقيقة أنا مرتاح لللاعبين واللاعبين أبدوا اليوم يعني بالتدريب كانوا مرتاحين، واضحهم جيد ومطمئن عليهم. كانت هنالك بعض الإصابات البسيطة بعد مباراة سنغافورة، الحمد لله كل اللاعبين جاهزين، وهذا مسألة مهمة قبل مباراة الافتتاح الأولى أمام اليمن. اللاعبين في يعني روح عالية وهذا مهم أيضا في التدريب،
رغبة وروح عالية، هذا مهمة جدا في قبل أي بطولة. على العموم المباراة الأولى مباراة مهمة وعلينا نحقق فيها الانتصار لكي نذهب في البطولة بشكل متدرج ومتوازن إلى أن نصل إلى هدفنا إن شاء الله. هل سعد جمهور البحرين بشيء؟ احنا قلنا قبل ونقول اليوم جئنا للبطولة لكي ننافس. المنتخب البحريني لا يقل شأنا عن أي فريق بالخليج، وبالتالي ونملك لاعبين جيدين، وبالتالي طموحنا هو أن ننافس على اللقب. أول تمرين الكل مرتاح، من الكل متفائل من التمرين، حيوية ونشاط ومستعدين إن شاء الله، وإن شاء الله راح نبيض وجه جمهورنا ونفرحهم بالفوز إن شاء الله.